بعد اسابيع من نشوه استعاده الضفه الغربيه لمدينه خرسون يبدو ان عيون الجيش الاوكراني باتت على القرم الرئيس الاوكراني اعلنها صراحه شبه جزيره القرم هي جزء من بلاده تصريحات اغضبت روسيا بالنسبه لموسكو لا مجال للمزايدات في مساله شبه جزيره القرم هي اراض روسيه ولا نقاش بشان ذلك أما تصريحات زيلينسكي فهي إشارة منه إلى عدم رغبته في حل المشكلات بطرق دبلوماسية وغير عسكرية حسب الكريملين وتسعى قوات كييف لتحقيق توغل على تخوم شبه الجزيرة خاصة مع استرجاع اوكرانيا لمنطقة خرسون الحدودية للقرب، وتمثل هذه المقاطعة الواقعة في جنوب اوكرانيا خط امداد حيوي نظرا لاطلالها على بحر ازوف وكذلك البحر الاسود، بالاضافة الى قربها من مصب نهر دنبرو. ومن غير المرجح ان تعبر القوات الاوكرانية على نطاق واسع الى الضفة الشرقية لنهر دينيبرو قريبا. فيما يرى خبراء عسكريون ان الانسحاب الروسي من خرسون ربما يشكل جزءا من حمله خداع لجر الاوكرانيين الى معركه يستعد لها الروس بالنسبه لحسابات المرحله القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 محصنه بشكل شامل لان الحدود البريه بيد روسيا منذ بدايه العمليه العسكريه كما ان هناك قطعا بحريه روسيه تحول دون التقدم البحري